الحبس الاحتياطي عقوبة أم إجراءً احترازيًا؟ هل هناك إجراءات احترازية بديلة عن الحبس الاحتياطي؟ هل تعديلات القانون في الحبس الاحتياطي كافية لحماية المواطنين من سلاجات أقسام الشرطة؟ هل تطبق قواعد الحبس الاحتياطي في مصر تطبيقًا صحيحًا؟ إزاي تاخد حقك بالقانون؟ الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك بالقانون؟ مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك بالقانون. مولي تشيدي الرول، اللي منكم راح محكمة يعرف ان في حاجة اسمها الرول، اللي هي الورق اللي بيتعلق على باب الدايرة اللي حضرتك داخل فيها علشان تنظر قضيتك. اللي مننا كتير راحوا المحاكم عارفين ان الرول ده عبارة عن مجموعة ورق مكتوبين بخط منعكش مش مقروء، زحمة جدا. لما تيجي تخش المحكمة هتلاقي الرول ده متعلق او الورق ده متعلق، وهتلاقي زحمة شديدة جدا وناس، ويا عيني بقى لو انت قصير القامة مش حطوا له الرول، لان امين السر متعمد يعلقه في اخر مكان فوق عشان كل الناس تبقى شابه كده كانك قاعد في مولد، وكان ده اللي هو المكان بتاع المولد. يعني الحقيقه انا مستغرب جدا ليه احنا لغايه دلوقتي، مع ان مصر بدات تتقدم في حاجات كتير، ليه لغايه دلوقتي احنا مصرين على تعذيب المواطنين، ان المواطن او المتقاضين لما بيروحوا المحكمه بيتعذبوا قوي في حكايه الرول. طب لو واحد نظر رايه يعمل ايه؟ يبص ازاي؟ يقرا ازاي؟ الخط يا جماعه مبقاش واضح، حتى ما بنكتبوش بالكمبيوتر، يعني حتى يا ريت نقول مثلا ايه، يعني نتطور سنه فنكتبه كده بالكمبيوتر يبقى واضح نعرف نقراه، لكن كما وانهم متعمدون ان الخط ما يبانش، ان حضرتك ما تعرفش تقراه، ان العمليه تبقى تايهه يعني. وسبحان الله بيتعلق قبل الجلسه بخمس دقائق، تيجي بقى تجري وتدور قضيتي فين؟ رقمها كام؟ ما تلاقيش. السؤال اللي انا بساله هي لما بندفع رسوم المحكمه القضيه بيبقى مكتوب في الايصال ابنيه محاكم، الفلوس دي بتروح فين؟ يعني وزاره العدل ليه لغايه النهارده ما خدتش اي خطوه ناحيه تطوير المحاكم؟ يعني عملنا مايكروفيلم، عملنا كمبيوتر، عملنا موقع عشان نعرف منه الجلسات، طبعا ما نعرفش منه حاجه. لكن في النهايه طب حتى الرول، يعني شوفوا دبي عملت ايه؟ دبي النهارده عاملاه عباره عن شاشات عرض مكتوب عليها اسم حضرتك برقم القضيه بتاعتك برقم الرول بتاعك او رقم القضيه بتاعتك في الترتيب، وحضرتك تدخل بمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير. مش معنى ان انا داخل محكمه انا داخل اتهان. يا وزاره العدل من فضلكم لو سمحتم عايزين نطور في محاكم مصر. يلا بقى نروح لاول فقره من فقراتنا، وهي فقره اغرب القوانين. اغرب القوانين. مش محتاج لقانون او انك يكونك عندك غرامه علشان عمليه تنظيم دخول وخروج الركاب في اي راكب في مترو اليابان، عارف كويس ابواب الخروج وابواب الدخول. انا كنت مره في باريس وقفت كده عشان اقطع التذكره، وبعدين لقيت في بوابه بايظه، يعني باب كده بايظ، فقلت بس ده هيبقى فرصه كويسه جدا لكل الناس انها تعدي منه. مع الاسف. ليه مع الاسف؟ ليه ده ما فيش ولا واحد عدى؟ فنتني متابع الموضوع ده تقريبا خمس دقايق، مفيش اي شخص عد. لكن عموما في اليابان بيدوا غرامه $100 على اي شخص يعدي من البوابه الغير مسموح بيها. في اسبانيا ممنوع وضع اعلانات في الشوارع الرئيسيه والطرق الصحراويه حتى لا تشغل السائقين عن السواقه. يعني عندنا بقى انا عايزك تتابع كوبري 6 اكتوبر ما بين اليافطه واليافطه يافطه، وما بين اليافطه واليافطه يافطه، حاجه مش ممكن. حتى ده يعني انا شخصيا بتبقى تسليتي يعني طول ما انا ماشي ان انا اتفرج على الاعلانات اللي محطوطه. وبرده في الطرق السريعه دلوقتي العدوى انتشرت وبقت موجوده، الطرق السريعه برده كلها، وهنلاقي في نسبه من الحوادث سببها ان اللي سايق بيبقى شاغل باله بموضوع الاعلان. في المانيا تذاكر الاتوبيس في المانيا حضرتك لما تركب الاتوبيس في المانيا ما بتاخدش تذكره كده من الكمساري عندنا، لا ده حضرتك بتركب وبعدين بتقعد وبعدين بتروح كده بكارنيه او يعني كارنيه، بتروح للسائق، السائق يحسب لك المسافه وبتدفع بيها حق المسافه اللي انت رحتها. وبرده انا حصلت معايا في احد دول اوروبا ركبت انا قلت بقى في كمساري هيجي والكمساري ده هياخد مني التذكره والكلام ده، ما حصلش. تنيتني قاعد والناس كلها عماله تبص لي في ايه؟ كل الناس قاعده كده تبص لي كاني متهم، كاني عامل جريمه. وفي الاخر في حد جنبي من يعني مواطنين هذه الدوله راح قايم قاطع لي التذكره بالكارت اللي معاه
ورجع اداني التذكره. هو مهنش عليه ان في واحد يركب اتوبيس بلده وما يدفعش حق التذكره. في الصين بالرغم ان الصين اكبر دوله من دول العالم في تصدير لعب الاطفال، ان الصين تضع قوانين صارمه اذا وضع اي متجر لعبه من لعب العدوانيه، يعني اللعبه العدوانيه دي ما بيحطهاش، ويتعاقب اي حد يبيع هذه اللعبه العدوانيه. هما بس يصدرها لنا احنا، يعني زي الحوت الازرق كده والحاجات دي. يعني ربنا يستر على اولادنا جميعا من هذه الالعاب الخطره. اسبانيا تعتمد على السياحه في ميزانيه حكومتها بشكل رئيسي، ولكن ايضا بتقوم بفرض ضرائب على اي لاعب كوره في اسبانيا ما يدفعش الضريبه، يعني لو ما دفعش الضريبه يدفع غرامه. عندنا بقى في مصر الزمالك والاهلي يجيبوا اللاعب من دول ويتحايلوا عليه ويدوا له ملايين الملايين، وكمان يدفعوا له الضرائب من اموال النادي. يعني في السويد ممنوع استخدام كاسه السياره اثناء سيرك في الشارع بشكل مبالغ فيه، بمعنى عدم ارتفاع صوت الكاسه اثناء سيرك، واذا شهدك راجل المرور هيقوم بسحب رخصك فورا. تعالى بقى اتفرج عندنا، الولد من دول يا دوبك يطول شويه ويبقى على الدركسيون، ويروح قاعد بقى على الدركسيون، وبعدين يشغل المزيكا وبصوت عالي وازعاج رهيب جدا جدا جدا. اعزائي المشاهدين، وبكده نبقى وصلنا لنهايه فقرتنا، فقره اغرب القوانين، وهنطلع فاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل عشان نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع الحبس الاحتياطي ما بين الواقع والقانون. هنناقش جوانب كتيره جدا من الحبس الاحتياطي والمتهمين اللي موجودين في ثلاجات الشرطه. هيكون معايا ومع حضراتكم الدكتور اسامه جمال الدين ناصف، دكتوراه في القانون الجنائي، والدكتور محمد صلاح، دكتوراه في القانون الجنائي. فاصل وراجعين. الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك بالقانون؟ بالقانون. رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نتكلم في موضوع مهم جدا، الحبس الاحتياطي ما بين الواقع والقانون. معايا ومع حضراتكم النهارده الدكتور اسامه جمال الدين ناصف. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. والدكتور محمد صلاح بهجت. ازيك يا دكتور؟ الحقيقه انا النهارده مستمتع بين اثنين دكاتره وفي القانون الجنائي عشان نتكلم عن الحبس الاحتياطي. دكتور اسامه، عرف لي الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق ولمصلحه التحقيق بيستدعي الضروره الماديه بتاعته، ان هو بيقبض على المتهم ولا يتم الا بعد استجوابه، يعني امر الحبس الاحتياطي لا يتم اصداره الا بعد استجواب المتهم لضرورات تتعلق بالتحقيق فقط. ده اجراء تحقيق. ده الحبس الاحتياطي بالظبط. ده مفهوم الحبس الاحتياطي. دكتور محمد، ازاي يطعن او يعني اخد اجراء ضد طلب النيابه باستمرار حبس المتهم احتياطيا؟ هو اولا الحبس الاحتياطي لما بيصدر من حق المتهم سواء انه يطعن على قرار الحبس، تمام، وبينظر قدام محكمه الجنح المستأنف منعقده في غرفه المشوره اذا صدر التجديد مثلا من قاضي التحقيق او النيابه من حقها تطعن على قرار الافراج، فبيطعن وبتنظر قدام محكمه الجنح المستأنف منعقده في غرفه المشوره لينظر مدى جديه الدفع او الطعن بالحبس او الافراج. طب دكتور، يعني نقدر النهارده نقول للمشاهدين قدامنا النهارده المدد بتاعت الحبس الاحتياطي قد ايه؟ يعني القاضي الجزئي ليه قد ايه؟ القاضي غرفه المشوره دي قد ايه؟ وحصل تعديل على الكلام ده بالقانون 145 سنة 2006. حصل التعديلات على نظام الحبس الاحتياطي عموما، ومن ضمن مدد الحبس الاحتياطي يفترض ان الحبس الاحتياطي 4 أيام، ده من سلطة النيابة العامة. التجديد بعد كده بيبقى من سلطة القاضي الجزئي 15 في 15 حتى 45 يوم. بعد كده التجديد بيبقى من سلطة محكمة جنح مستأنف منعقدة في غرفة المشورة. وينبغي على النيابة العامة في خلال 3 شهور عرض الموضوع على المحكمة في الجنح للنظر 15 يوم في 15 ثلاث مرات لحد 45 يوم. طب الاربع ايام اللي هي سلطه النيابه العامه، اللي سلطه النيابه العامه ليها 4 أيام، تمام، دي سلطتها، هل بيخشوا ضمن بيخشوا ضمن ال 45 يوم في النهايه؟ يعني معنى كده النيابه ليها 4 أيام، القاضي الجزئي ليه 15 في 15 في 15. ثم بعد ذلك بيبقى من اختصاص المحكمه، محكمه جنح مستأنف منعقده في غرفه المشوره، ويستأنف برضه لفترة زمنية، ثم بعد ذلك محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. يستأنف أمام محكمة الجنايات. محكمة الجنايات. طبيعي. دكتور محمد، هسألك سؤال وليك مطلق الحرية ترد عليه ولا لا. هل الحبس الاحتياطي في مصر عقوبة أم إجراء احترازي؟ إجراء احترازي. في مصر هو في القانون إجراء احترازي. في القانون يعني. لا، هو اولا الاجراءات الاحترازيه في اجراءات شخصيه واجراءات متعلقه بالاموال زي المصادره او عدم تصرف الاموال، اما حاليا هو الواقع غير القانون.
الحبس الاحتياطي اساسا اجراء من اجراءات التحقيق. حلقتنا النهارده اسمها الحبس الاحتياطي ما بين الواقع والقانون. حضرتك بقى بتقولي دلوقتي ان هو الواقع غير القانون. الواقع غير القانون عشان في مبدا في القانون ان هو لا عقوبه الا بناء على حكم بالادانه. تمام. ده مبدا قضائي. اما الحبس الاحتياطي هو للاسف يعني حتى القانون ادى انه ليه حق فيه تعويض مادي لو بنشا حكم البراءه ولكن لا ينفذ. يعني المتهم اذا صدر حكم باد بالبراءه او امر بان لا وجه لاقامه الدعوه وكان قد حبس احتياطيا من المفروض النيابه العامه تنشر حكم البراءه ده في جريدتين وساعتين الانتشار يوميتين. شايفتي بضحك ازاي؟ لا ده بالاضافه لكده كمان ان اضافه نص عليها في قانون 145 سنه 2006 ان تعمل الدوله على ان تكفل التعويض المادي بموجب اجراءات وضوابط تحددها قانون خاص. من 2006 وحتى هذه اللحظه لم يصدر اي قانون خاص بشان ضوابط التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. دكتور اسامه انا حضرت مره جلسه ودفعت دفع شكلي وفق نص الماده 142 وقلت للمحكمه من فضلك عايزين نسمع النيابه العامه في اسباب طلبها الحبس الاحتياطي. استاذ المستشار تجاوز عن هذا الطلب وقال لي اتفضل يا استاذ. نص مهجور عرفا. لكن هو نص وجوني. طبعا. يعني يجب على النيابه العامه في بدايه الجلسه انها تقول انا بطلب حبس المتهم. خلينا نتكلم في الواقع شويه اكثر من النصوص، يعني انا بحترم دايما تطبيق النصوص على الواقع اكثر من النص نفسه. هذا النص غير محترم قضائيا، يعني القضاء ما بياخدش بيه. نشتكي مين يا دكتور؟ نقول مين والنبي خد بالك مننا. هو في مشكلات في نظام الحبس الاحتياطي الحقيقه، في نظام قديم للحبس الاحتياطي قبل 2006 قبل القانون 145 تعدل وعلى مستوى الاوراق وعلى مستوى النصوص التعديلات بتاعته كويسه جدا. لكن على مستوى التطبيق القضائي للحبس الاحتياطي هو في حقيقه الامر في اغلب الاحوال تحول الى عقوبه. وبالتالي المدد نفسها ودي مدد سقوط يعني يترتب على عدم احترامها سقوط امر الحبس الاحتياطي. ومع ذلك في سواء امام القاضي الجزئي او محكمه الجنايات او لا تحترم هذه النصوص في حقيقه الامر في اغلب الامور. عشان بس نبقى صادقين يعني. في الحبس الاحتياطي يا دكتور محمد المفروض ان احنا لما بندخل بنطلب اخلاء سبيل المتهم باي ضمان تراه المحكمه من وجهه نظرها يعني. انا ساعات احس ان النيابه العامه هي خصم للمتهم، يعني النيابه العامه هي المفروض بتحقق في المساله. يعني امين على الدعوه الجنائيه. ليه النهارده النيابه العامه في مصر بتاخد الامر شخصي قوي؟ انت شايف ده ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا الازمه عندنا مش ازمه نصوص، هي ازمه اليه التنفيذ. النيابه العامه هي بنص القانون هي الـ الامينه على الحقوق وهي المفروض بتحرك الدعوه الجنائيه. ولكن هي المفروض حتى الحبس الاحتياطي لما اتكرر اتعمل المفروض في مصلحه للمتهم ومصلحه للتحقيق. مصلحه المتهم خوفا مثلا من يعني اعتداء اهله لو في قضيه قتل مثلا وفيها طار او كده فبيتحبس عشان يخافوا عليه. يخافوا عليه او لو مثلا هو اصل لو مثلا حضرتك عندك واحد ليه محل اقامه ثابت وليه اسره وليه بيت يبقى صعب جدا ان هو يهرب او ما تعرفش تجيبه. ولكن هي للاسف يعني النيابه العامه بتاخد الموضوع على عاتقها حتى يعني لوصول لمرحله المحاكمه، مع ان في مرحله المحاكمه الموضوع بيختلف خالص. يعني من حق المحكمه ان هي تخلي سبيل المتهم خلاص بقت في حوزتها في محكمه الجنايه. دكتور ايه شروط الحبس الاحتياطي؟ هو طبعا قانون الاجراءات الجنائيه وضح شروط الحبس الاحتياطي ان يكون في جنايه او جنحه بيحكم بيقضى فيها باكثر من سنه حبس، في دلائل كافيه، المتهم ملهوش محل اقامه ثابت، يخشى العبث بالادله، يخشى هروب المتهم، يخشى تاثيره على الشهود، يعني بعض الشروط المتطلبه في قانون الاجراءات الجنائيه كشروط وجوبيه لاصدار امر الحبس الاحتياطي. في شروط طبعا ما حدش بيتكلم فيها، يعني لا جدال حول اهميتها، زي الجريمه نفسها اللي بيستصدر فيها امر الحبس الاحتياطي. لكن في الحقيقه في حالات مطاطه جدا، يعني خشيه العبث بالادله، خشيه هروب المتهم، خشيه التاثير على الشهود. ده احنا عندنا وقائع ان في قضايا انتهى فيها التحقيق وما زال المتهم حبيس الحبس الاحتياطي في ثلاجه اسم الشرطه. بالظبط يعني. بالظبط. فطبعا ده بيخرج نظام الحبس الاحتياطي برمته بمفهومه اللي احنا عارفينه واللي المشرع يعني استصدره بناء عليه، بيخرجه من هذا المفهوم بالكامل الى عقوبه حقيقيه مقنعه بيعاني منها مش بس المتهم واسرته، بيترتب عليه اثار اجتماعيه سيئه جدا، بيترتب عليه اثار سلبيه على حسن سير العداله في القضيه نفسها. دكتور محمد عايز اقول للمشاهد ايه هي انواع الاجراءات الاحترازيه البديله للحبس الاحتياطي؟
انواع الاجراءات البديله للحبس الاحتياطي زي عدم مبارحه المسكن، عدم اللي هو الاعتداد باماكن معينه، الارتداد ما يروحش اماكن معينه، تسليم نفسه لقسم الشرطه في مواعيد محدده بشكل يومي، بشكل يومي عشان منعه من السفر، منعه من السفر زي مثلا ترقب الوصول، كل الحاجات دي، تحافظ على الاموال. دي بقى القسم هو حضرتك الاجراءات الاحترازيه نوعين، حاجه لها علاقه بالحريه، حريه الشخص، وحاجه لها علاقه بالاموال زي التحافظ على الاموال، المصادره، غلق المحال اللي كان عليها مشكله زي صيدليه او محل او مصادره الممتلكاته، دي اجراءات احترازيه بديله للحبس الاحتياطي. وعلى فكره هي موجوده في القانون، يعني ماده 201 كانت بتنص ان النيابه العامه ليها حبس المتهم 4 ايام او اتخاذ بعض التدابير اللي هي ورد كده، ولكن للاسف لم تفعل. يعني دكتور اسامه، محكمه جناح مستانف اصدرت قرار باستمرار حبس المتهم، ثم قام المتهم بالطعن على هذا القرار باستئناف. محكمة الجنايات أصدرت قرار بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 20,000 جنيه. النيابة العامة استأنفت هذا القرار أمام محكمة جنايات أخرى. أنت عايز تكلم الجنايات الأخرى ألغت قرار الإفراج أو الإخلاء السبيل وأيدت استمرار الحبس، أيدت استمرار الحبس. عايز رد قانون ولا واقع؟ عشان بس أبقى عارف يعني. لا قانون، أنا بتكلم قانون. احنا في دولة قانون. المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بتقول إن قرار المحكمة في هذا الموضوع يعد انتهائيًا، وبالتالي لا يجوز استئناف قرار الإفراج. فده يعتبر استئناف على الاستئناف، وبالتالي لا يجوز في حقيقة الأمر. لكن الواقع العملي انه احيانا بعض دوائر الجنايات بتستجيب الى هذا وتلغي امر الافراج عن المتهم. يعني يا دكتور، يعني يا دكتور دايره جنايات تستجيب لمخالفه نص قانوني؟ هو ده اللي حاصل، ده اللي حاصل. هو ده اللي حاصل. هو طب ما هو في مدد برضه في الحبس الاحتياطي ولا تحترم قضائيا، اللي هي المدد اللي هي ال 15 يوم ال 45. لا مش كده بس. طب يا جماعه الجنايات انه في كل الاحوال الجنح لا يجوز الحبس الاحتياطي فيها اكتر من 6 اشهر. جنايات سنه ونص. الجنايات سنه ونص، لو الجنايه معاقب عليها بالسجن المؤبد او الاعدام 2 سنين. في متهمين بقالهم اكتر من المدد ديت على مستوى الجنح والجنايات دي موجودين حتى الان محبوسين احتياطيا دون ان يصدر في حقهم حكم. بمناسبة الحبس الاحتياطي واحنا بنتكلم عن الحبس الاحتياطي، دكتور محمد عايزك تقول لي مين هي الجهة المخول لها اصدار قرار حبس متهم احتياطيا، النيابة العامة ام المحكمة؟ اولا هي النيابة العامة لدرجة وكيل نيابة على الاقل لها حق في الاربع ايام. بعد كده بتطار لو ما انتهتش من التحقيق خلال 4 ايام قبل ما ينتهي لازم يطار الامر على قاضي جزئي اللي هو ليه اللي بيسموه قاضي التحقيق. لا قاضي التحقيق ده في حاله اذا كان القاضي هو اللي حقق في الواقعه ليه 45 يوم. بعد كده بيعرض النيابه بتعرض الامر على محكمه جناح مستانف منعقده في غرفه المشوره، ليها ان هي بتبدا لحد اقصى في المره 45 يوم لحد اقصى 3 شهور في مرحله التحقيق في الجنح و5 شهور في الجنايات. اما اذا كانت اللي بيحقق قاضي تحقيق فبيبدا من اللي هم ال 15 لمده 45 يوم، بعد كده للجنح مستانفه ومعاقده في غرفه المشوره، او لو كانت المحكمه بدات تنظر الدعوه واتحالت ليها من حقها استمرار حبس تدي استمرار حبس للمتهم. دكتور اسامه، احيانا جهه الضبط اللي هي بتكون الرقابه الاداريه او المباحث العامه او مباحث الاموال العامه يعني او جهه شرطيه قبضت على متهم، هو يجوز للجهات الضبط دي انها تحضر اجراءات التحقيق؟ لا يفترض، لا يفترض أيضا. برضه انت النهارده هو اللي معلش ما انت دلوقتي بتكلمني على اكتر نظام في اختلاف بين القانون والواقع اللي هو نظام الحبس. خلينا بقى نبقى صراحه. لا انا عايزك تبقى سريع، او انا جاوبك بعد كده اقول لك انت عايز قانون ولا عايز واقع؟ لا عايز يعني. عايز قانون وواقع، واخد بال حضرتك؟ طبعا يفترض لا، لان ده في ترهيب للمتهم نفسه اثناء ممارسه اثناء استجوابه في النيابه العامه، واكراه يمتد الى النيابه العامه. واحنا احيانا بندفع في بعض القضايا ان الاكراه الواقع على المتهم امتد الى التحقيق امام النيابه العامه حتى. يفترض انه محرر المحضر او السلطه القائمه بالضبط او الجهه الشرطيه عموما لا تحضر التحقيق. دي جهه استدلال في حياتك. يفترض يعني بيحصل. يفترض ذلك يعني لكن بيحصل في الواقع احيانا. بيحصل في الواقع وبندفع بذلك امام دوائر الجنايات ودوائر الجنح، واحيانا كثيره بيعتبروا ان هذا كاكراه امتد
الى ممارسه النيابه العامه لسلطتها في التعليم مع المتطلب. هنقل بقى، انا عمال اديك اسئله صعبه، عمال اديك اسئله صعبه، هنقل بقى من السؤال الصعب الجاي للدكتور محمد. دكتور محمد، جه في الضبط تقدر تقول لوكيل النيابه او النيابه العامه والنبي سيب لي المتهم ده شويه محبوس عشان انا عايزه في مواضيع ثانيه؟ لا يجوز قانوني. لا ما تقوليش دلوقتي يجوز او ما يجوز. نطلع فاصل الاول وبعد نرجع تاني. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني عشان نتكلم عن الحبس الاحتياطي ما بين الواقع والقانون. معلومة قانونية: نفقة الزوجة في القانون المصري يلتزم الزوج وجوبا بأدائها لزوجته، حيث لو امتنع عن الانفاق على زوجته بغير حق شرعي فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الانفاق عليها. الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك؟ إزاي تاخد حقك بالقانون؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل دكتور محمد كنت سبتك في السؤال الصعب وقلت تاخد نفسك وتريح. يا ترى جهة التحقيق، جهة الضبط تقدر تقول للنيابة أو جهة النيابة العامة من فضلك سيب لي المتهم ده شوية محبوس عشان أنا محتاجه في قضايا تانية؟ ولا يجوز قانونا، عشان احكامكم النهارده كله يقولوا لي لا يجوز قانونا، بس الواقع فين في الموضوع؟ الواقع المشكلة لكن هو القانون أساسا ده فيه مبدأ اللي هو ست تحقيقات، وإن هو بمجرد المتهم ما يقعد على النيابة العامة هو تحت تصرف النيابة العامة وهي اللي تأمر بحبسه أو إخلاء سبيله أو مواجهته أو إن هو يجي التحقيق أو كده، لكن لا دخل لمأمور الضبط القضائي ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري إجراء من إجراءات النيابة العامة في الاستجواب. لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال. هي كان في حاجات معينة في حالة مثلا التلبس أو كده في أمور معينة إن هو تسمح لي مأمور الضبط القضائي، ولكن الاستجواب والحبس الاحتياطي لا يجوز تدخل مأمور الضبط القضائي فيها. دكتور أسامة، ننصح المشاهد لو لا قدر الله جه في يوم من الأيام بقى متهم ودخل قدام النيابة العامة ولا مأمور الضبط القضائي موجود، ننصح المتهم يعمل ايه؟ او المشاهد يعني عفوا يعني ننصحه يعمل ايه؟ هو يثبت ده في محضر الجلسه لانه هيبطل التحقيق تمام. ما هيطلع معايا يروح على الاسم. ما هو ده واقع برضه. هيطلع نروح على الاسم. ده واقع برضه. واخد بال حضرتك، انما هذا يبطل التحقيق. يعمل ايه بقى؟ حسب الواقع اللي موجود مع محاميه، هو لا يتصرف حسب واقع المساله نفسها، انما قانونا طبعا لا يجوز. قانونا لا يجوز حضور مأمور الضبط القضائي اثناء تحقيقات النيابه العامه. هو الحقيقه انا بناشد النيابه العامه، يعني المفروض هي اللي تاخد اجراء في حاجه زي كده، ولو في مأمور ضبط قضائي صمم على وجوده اثناء التحقيق هي اللي تقول له من فضلك المتهم دلوقتي بقى بين ايديا وانا اللي المفروض اتصرف معاه. بس هو عشان نبقى صادقين اكتر، هو هذه الوقائع وجود مثلا ممثل جهه شرطيه اثناء تحقيق النيابه نادرا ما يحدث. نادرا يا دكتور يعني لا لا شايفك خلينا منطقيين، واخد موقف الهجوم. لا يعني انا شفت كتير جدا جدا، حضرت تحقيقات كتير، هذا اللي احنا بنتكلم فيه الحته دي تحديدا من حضور نادرا ما يحدث. طيب. انها تبطل التحقيق. كنت مره دكتور محمد بحضر في جلسه تجديد حبس ويعني اديت شويه كده، فكتبت تويته كده قلت فيها يعني انا كنت بحضر تجديد حبس والمتهم خد استمرار الحبس. فرد عليا احد اصدقائي وقال لي ليه بتشارك في التمثيليه دي؟ سكت ليه يا دكتور؟ تمثيل تجديد الحبس يعني؟ تمثيل تجديد الحبس؟ لا بس هو لازم برضو احنا نقر ان لازم نتمثل بالقانون حتى امام الجهات القضائيه والطعن عليها، عشان في الاول وفي الاخر اللي بيحكمنا القانون هي حته الحبس. يعني للاسف حتى هذه اللحظه في ناس متهيالها ان في مثلا استثناء حدث ان هو يجوز لمحكمه النقض او المحكمه الاحاله ان هي تامر بمد الحبس الاحتياطي اقصر من المده القصوى اللي هي سنتين في حالات الاعدام او المؤبد دون حد اقصى. وللاسف ده اسيء استخدامه، واصبح احيانا يطبق على جنايات عاليه جدا. يعني هو نص خاص بيطبق على خاص، ولا يجوز التطبيق الخاص على عام. للاسف حتى هذه اللحظه بتوجد حاجات، ولكن يجب على المتهم او محاميه الدفع، واصل لازم يتمسك بالقانون في الاول وفي الاخر، لازم يحكمنا القانون لان احنا دوله قانون. طبعا دكتور اسامه، سؤال من الاسئله الصعبه: هل حضور المحامي مع المتهم في تجديد الحبس مجدي ام مفيد؟ ولا مجدي ولا مفيد؟ ما تردش عليا. لا مجدي. خلينا نطلع عندنا تقرير عايزين نشوفه بيقول ايه. اعزائي المشاهدين نطلع تقرير عشان نشوف حضور المحامي مع المتهم في اثناء تجديد الحبس مجدي او مفيد. هنطلع تقرير وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه. لا بيبقى امر مفيد جدا، لان احيانا المحامي بيبقى عنده ثغرات ممكن يطلعها من القضيه ما يخليش النيابه تجدد الحبس.
لا ده مفيد جدا، مفيد جدا. وبعدين في حاجه عايز اقول لك عليها، ده المحامي ده حاجه مهمه في حياه اي مواطن، في حياه الناس كلها يعني، دي حاجه مش عايزه كلام. مؤكد مؤكد مؤكد. ليه؟ لان من شان حضور المحامي قدام قاضي التجديد او قاضي اللي بينظر الدعوه اثناء الحبس الاحتياطي، من شانه ان هو يوضح امور، بعض الامور في الاوراق، او يقدم مستندات من شانها انها تبقى في صالح المتهم حتى في خلال سبيل. حضور المحامي يعني ان هو حضور وجوبي او حضور يعني ضروري؟ هو ضمانة من الضمانات القانونية اللي نظمها المشرع للمتهم، ملهاش علاقة بالتأثير القاضي من عدمه ولا تأثير القرار من عدمه. من أهم الضمانات اللي حققها المشرع للمتهم حتى في مرحلة التحقيق، ليكون حاضر في جميع مراحل التحقيق بالنسبة للمتهم. على حسب اتجاه القاضي، ما اقدرش اقول ان قرارات محسومة، ممكن القاضي يخلي سبيله، ممكن يحبسه، على حسب ظروف القضية وملابستها وعلى حسب المرافعة بتاعة المحامي. هي طبيعي ان هي بتأثر، لان المحامي بيبقى عارف ثغرات كده اللي هو محكوم عليه ذات نفسه مش عارفها. المحامي ممكن يطلع عليه ثغرة يطلع المتهم اللي معاه براءة. حضور المحامي بيخلق الطمأنينة عند المتهم. في قاضي يعني بيفهم كل الدفوع اللي بيدفعها المحامي ويثبتها ويكون ليها صدى عنده ويدي قراره بالإفراج أو التجديد. حضور المحامي مع المتهم بيبين للمحكمة إن هو له محل إقامة معلوم، وإنه لا يخشى من هربه، وإنه ما يأثرش على التحقيق. ورجعنا لكم بعد التقرير. دكتور أسامة، كنا قبل التقرير بنسأل، حضور المحامي مجدي ومفيد مع، عشان احنا اتكلمنا فيها قبل الفاصل، مجدي ومفيد مع المتهم اثناء تجديد الحبس؟ 100% طبعا، 100% طبعا، لان كل دعوه ليها طبيعتها. وبالرغم من ان الشروط، اغلب شروط الحبس الاحتياطي شروط شكليه في حقيقه الامر، الا ان في نقطه مهمه جدا جدا ارجو من الاساتذه المحامين اخواتنا في العمل بالمحاماه ما يتغفلوش عنها ويتكلموا في الشروط الشكليه بس دونها. فكره الدلائل الكافيه كمدخل ضروري للحبس الاحتياطي بداءه. الدلائل الكافيه دي بتتعلق بظروف وملابسات الدعوه. ينبغي على المحامي مش بس يتكلم انه له محل اقامه ثابت ومقيم والجريمه ديت عقوبتها قد ايه، لا يتكلم في الدلائل الكافيه، لا 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 يترا يعني يتكلم طبعا في النقطه دي، بس يترفع في موضوع الدعوه بما لا يخلو في موضوع الدعوه. احنا بنتكلم في شروط الحبس الاحتياطي ومبررات الحبس الاحتياطي. الدلائل الكافيه هي مدخل ضروري لاستصدار امر الحبس الاحتياطي، عشان ندي يعني للمحكمه لازم صوره، لازم نعطي اطلاله للمحكمه. وعلى فكره في دوائر كتير جدا بتستجيب للنقط دي، انها تسمع في الموضوع، انها تسمع في الموضوع، ودي تبقى فرصه كويسه جدا. في الغالب ده مخالف، لان هو المفروض انت داخل تتكلم في تجديد حبس، فبتتكلم في مباريات تجديد حبس وشروط حبس الاحتياطي، بس مش المفروض نتكلم في الموضوع. لا ده نص المشرع ان في دلائل كافيه، هو كل الشروط بتاعت نظام الحبس الاحتياطي قائمه على فكره الدلائل الكافيه على ارتكاب جريمه او جنحه عقوبتها كذا، يعني جنايه او جنحه عقوبتها كذا. نقدر نقول للمشاهد وننصح الساده المحامين اللي بيتفرجوا علينا انك من حقك تتكلم في الموضوع اثناء تجديد الحبس الاحتياطي في اطار، بالظبط في اطار نظام الحبس الاحتياطي، في اطار لان دي فكره الدلائل الكافيه اللي موجوده. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، معلش انا المفروض كنت ارجع للدكتور محمد، بس عشان استكمالا اللي كنا بنقوله يعني. دكتور أسامة، هل قواعد تجديد الحبس أو الحبس الاحتياطي جازمة أم قواعد استرشادية؟ قانون برضو ولا واقع؟ أنا معاك كده من أول حلقة. أنت مش معايا قانون ولا واقع، ماشي مع اسم الحلقة. جازمة طبعا، جازمة جازمة طبعا وليست استرشادية. يعني أعمال الصياغة عايز تقول إنها في القانون جازمة لكن في الواقع استرشادية؟ في الواقع تستشعر أحيانا، عايز برضو أبقى صادق قوي يعني ما أبقاش مغالي، تستشعر أحيانا من عدم احترام مدد الحبس الاحتياطي، وكأن بعض القائمين على تجديد الحبس ينظروا إليها وكأنها استرشادية، وإن في سلطة تقديرية واسعة فيها. الحقيقة هي نصوص جازمة ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، فيها إفراج وجوبي وليس جوازي، وبالتالي احنا ما بنتكلمش عن نصوص جوازية. والطعن عليها برضو وجوبي، والطعن عليها وجوبي، وعدم استئناف القرارات اللي صادره في الاستئناف بتاع حبس احتياط ده برضو وطلب وجوبي، وطلب المتهم سماع اقوال النيابه العامه قبل وجوبي وجوبي، وانه وان كان غير مفعل. واخد بال حضرتك؟ فاحنا هنا بنتكلم
بس على النظام زي ما قلت من شويه انه احيانا بيبقى فيه اختلاف شويه بين القانون والواقع او اختلاف كبير بين القانون والواقع في نظام الحبس الاحتياطي. اعتقد انك انت مش هتاخد اخلاء سبيل فايق دكتور محمد، هل من حق المتهم اذا ثبتت براءته انه يطالب بالنيابه العامه بالتعويض عن مده الحبس الاحتياطي اتحبسها؟ حضرتك القانون ماده 312 اللي هي صدرت بالقانون 145 سنه 2006 ادى التعويضين مادي ومعنوي. تمام. التعويض المعنوي هي الزمت، ولفظ الزمت ده النيابه العامه بنشر حكم البراءه البات في القضيه المتهم فيها كان قد حبس احتياطيا او اصدرت امر بالا وجه لاقامه الدعوه في جريدتين يوميتين وساعتين انتشار على نفقه الحكومه. ده المعنوي. ده المعنوي، وجت بقى في الماده جت وقالت تعمل الدوله على ان تكفل حق التعويض المادي لل، هل مقدر في القانون ولا لازم يرفع دعوى تعويض؟ يا فندم لا، ده هو كمان هو الماده هكملها لحضرتك، قال ان تحكمها ضوابط ينظمها قانون خاص. ولم يصدر قانون خاص حتى هذه اللحظه. يعني الماده موجوده واشارت لقانون خاص والقانون الخاص لم يصدر حتى الان. 2006. دكتور اسامه، في حاله تجاوز المتهم لمده الحبس الاحتياطي وعدم انتهاء التحقيق، ايه الاجراءات المتبعه في هذا الامر؟ يعني هو طبعا الحاضر عن المتهم هيدفع بسقوط امر الحبس الاحتياطي. يعني التحقيق ما انتهاش. لا، ما هو التحقيق ما انتهاش، هو المفروض بعد 3 شهور السلطه القائمه على التحقيق بترسل للمحامي العام انه التحقيق بقى له 3 شهور، فهو بيشوف الاجراءات التي يلزم اتخاذها لانهاء التحقيق سريعا في هنا مدد. 5 شهور يبقى لازم تحل المحكمه ويصبح امر الحبس الاحتياطي رهين السلطه التقديريه للمحكمه مش للنيابه العامه، ففي مدد يجب ان تحترم في كل الاحوال. دكتور محمد ودكتور اسامه، السؤال ده ليكم انتوا الاثنين لان احنا قاربنا على الانتهاء من الحلقه، وعايز من حضراتكم تقدموا لي بما انكم انتوا الاثنين حاصلين على درجه الدكتوراه، يعني اعلى درجه علميه في القانون وفي الجنائي كمان، صح؟ عايز بقى مقترحات للمشرع المصري في موضوع الحبس الاحتياطي، نبدا بالدكتور اسامه. هي مش مقترحات بقدر ما تبقى تفعيل القانون، تفعيل النصوص القانونيه المنظمه للحبس الاحتياطي. يعني فعل القانون موجود؟ نقطه تفعيله واحترامه بالكامل. يعني مستوى المدى بقى النهارده ما بقاش للمشرع لان المشرع عمل اللي عليه. المشرع عمل اللي عليه. يجب تفعيل ذلك بصرف النظر عن الواقع بتاع كل قضيه، لان دي نصوص جازمه وكان يعلم المشرع ذلك عندما انزل يعني عندما شرع هذه النصوص. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما تفضل اخويا الدكتور محمد، قانون التعويض وقانون خاص بالتعويض عن الحبس الاحتياطي هو فين؟ يعني من 2006 احنا بقالنا 12 سنه واحنا بنعاني من بعض القوانين اللي المجتمع في حاجه ليها بشكل ملح وسريع ثم تظل حبيسه الادراك. يمكن دي فرصه ان انا اطالب المشرع بسرعه استخراج قانون حمايه المستهلك من الحفظ وانا امين عام احدى هذه الجمعيات، لانه بقاله من الادراج، لانه بقاله فتره طويله جدا تتجاوز 6 سنين مع ما للزومه في المجتمع ومع ذلك مش موجود. فنتمنى ان احنا نشوفه سريعا، نتمنى تفعيل نصوص قوانين الحبس نظام الحبس الاحتياطي، لان هي دي المقترحات الوحيده اللي انا اقدر اقولها للمشرع وللمجتمع وللسلطه القضائيه دلوقتي. بس. الدكتور اسامه قال ما عنديش اقتراحات، قال نفعل القانون. وحقيقه القانون فعلا كافي، وبس للاسف مشكله تفعيله طبعا الماده 312 اللي اتكلم عليها استاذ الدكتور، واللي هي عشان التعويض المادي والادب، وده شيء مهم جدا. حضرتك اللي حد يحبس الاحتياطي احيانا يفصل من شغله ويبقى فيه يعني تاثير كبير جدا عليه وعلى بيته. ثانيا يعني تفعيل اللي هي بدائل الحبس الاحتياطي اللي هو مثلا عدم ترك منزله وتسليم نفسه في اوقات محدده لقسم الشرطه، عدم انه يرتدع اماكن معينه، المنع من السفر، ترقب الوصول، كل هذه الاماكن، تحديد اقامته، بس بديل عن الحبس الاحتياطي ده يعني بيرجع على المتهم باضرار بالغه. يعني ينفع اقول مقترح؟ طبعا. يعني تسمحوا لي؟ من حقك. مع ان انا الدكتوراه بتاعتي في قانون التجاري مش الجنائي. المشرع المصري رجاء، احنا عايزين نحد من الحبس الاحتياطي. بعض الدول او معظم الدول في العالم الغت ما يسمى بالحبس الاحتياطي واتخذت من تدابير اخرى وسيله للحفاظ على التحقيق. يعني دي بتبقى متروك وبعدين ما نسيبهاش في ايد، يعني انا متاسف قوي اقول النيابه العامه، يعني المفروض يبقى قرار الحبس الاحتياطي او مد الحبس الاحتياطي يكون في ايد المحامي العام الاول، يكون في ايد قاضي التحقيق، يكون في ايد يعني في حد يقدر سلطه اعلى تقدر حاجه النيابه العامه للمتهم من عدمه. انت سالتني
يعني النيابه العامه حتى بتيجي يا دكتور ايه المتهم اتقبض عليه النهارده، تاخده بقى فحت ورد من النهارده لبكره الصبح لتاني يوم. انا مره في احد المرات بقيت 4 أيام في المحكمه، تحيات ورا بعض مستمره، خلصت التحيات كانت اداه رشوه، خلصت التحيات ورحنا عملنا بصمه الصوت ورجعنا وسمعنا الراشي وسمعنا الدنيا كلها على مدار 4 أيام، خلاص خلصت التحيات. عايز من المتهم ايه؟ استمر حبس المتهم 6 شهور ليه؟ فعشان كده بقول لازم تبقى في جهه اعلى من النيابه العامه ولكن المحكمه هي موجوده. يعني أرجو تفعيل نظام قاضي التحقيق. قاضي، ما هو ده اللي عايز اقوله، قاضي. ليه؟ لانه النيابه العامه هي سلطه اتهام في الاول وفي الاخر، صحيح هي الامينه عن الدعوه الجنائيه وهي قسم شريف كما نتعلم تماما، لكن في قاضي تحقيق. قاضي التحقيق النيابه العامه هي تجنح دائما الى الاتهام بصفتها انها سلطه اتهام. عشان الناس ما تفهميش غلط، 99.9 من 10 من الساده وكلاء النيابه في مصر لا غبار، ده مفهوم. ده بيتكلم عن نظام الاخلاق والذوق، ومش عايز اقول لك يعني ده مفهوم تماما. انما قاضي التحقيق المشرع عمل نظام لقاضي التحقيق ليفصل بين سلطه الاتهام وسلطه التحقيق. هذا النظام للاسف الشديد غير مفعل على ارض الواقع الا في احوال نادره للغايه برضه، يعني الندره هنا لا يقاس عليها. فاحنا عايزين نتوسع في نظام قاضي التحقيق للفصل بين سلطه الاتهام وسلطه التحقيق. النيابه العامه باعتبارها الأمين على الدعوة الجنائية بس هي سلطة اتهام تجنح إلى الاتهام. احنا عندنا قاعدة أصولية بتقول أنه في حين عند الشك يحال المتهم إلى المحاكمة ثم لا يحكم عليه إلا عند اليقين. النيابة العامة مع الشك بتحيل للمحكمة، إنما يصدر حكم بإدانته ما يكونش إلا مع اليقين، وبالتالي هي سلطة اتهام. وجود قاضي التحقيق في منظومة الإجراءات الجنائية ضرورة لا غنى عنها، وينبغي إعادته بالصورة اللي المشرع عاوزها أو تفعيل النص بالظبط. دكتور محمد، هل يجوز إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أو لمحكمة الجنح إذا كان محبوس على ذمة جنحة يعني ولسه مستمر حبسه؟ طبعا هو يجوز استمرار الحبس وبعد كده المحكمة بتنظر، ولكن المبدأ القانوني والقانون ألزم إن هو مجموع فترة حبسه احتياطي حتى لحين صدور الحكم في الجنح لا تتجاوز 3 شهور، وفي الجنايات قصدي اسف 6 شهور في الحد الاقصى في الجنح، و18 شهر في الجنايات هي سنه ونص وسنتين في اللي هي الجرائم الاعدام والمؤبد. دكتور اسامه، كلنا اتعرض علينا اوراق قضيه، بتعرف تقراها؟ دي مشكله تانية. هو انا عن نفسي بقيت اعرف يعني بس ده بعد 26 سنه محاماه يعني بقت سهله ان انت عارف السياق والدنيا ماشيه ازاي، الرموز ده مهم، الرموز والطلاسم يعني. انما في دول كتير جدا الكلام ده بيتكتب على الكمبيوتر ومحاضر التحقيق بتبقى على الكمبيوتر. في الامارات دلوقتي في دول كتيره جدا، واحنا في دول كمان احنا بنعتبرها اقل مننا في حاجات كتير. فمحاضر التحقيق ينبغي فعلا ان هي تبقى على مكتوبه بالكمبيوتر، منسوخه بالكمبيوتر. يعني انا زمان كان السكرتاريه وسكرتاريه التحقيق عفوا يعني ومنع السر كانوا بيخشوا مدارس خط عربي. دلوقتي لا في مدارس خط عربي لا ولا في اي حاجه، وانت مضطر تتعامل مع هذه الطلاسم. بستغرب من ايه؟ امام القضاء الجنائي وانت بتتكلم في جنايه او في جنحه او في القضاء الجنائي عموما، الروايه والحكايه بتبقى ليها معنى بالظبط، الكتابه تختلف تمام يعني على حسب ثقافه الشخص. دول كتير محاضر التحقيق بتبقى تسجيل تسجيل، لانه احيانا انت اللي بيكتب دوت بيكتب حسب فهمه وثقافته للموضوع وبيئته وحسب سمعه كمان، ما جايش سمعه في حاجه معينه. هو احنا بنعتمد على ان هو حالف اليمين مهما كان، احنا ما بنشككش في نزاهته، لا وكيل النيابه ولا كاتب التحقيق، ولكن نبدا نتكلم. لا سيبنا من نبدا، ما بشككش في نزاهته يعني، اصل ما نقومش يعني مستقبل واحد او حريته بالزبط. على ان انا ما شككش في نزاهه شخص او اشكك في نزاهته. صدقيه يعني اللي صدر على لسان المتهم او المدافع عنه لما بتتكتب قد تتغير لسبب لا دخل لي لا لي ولا الامين السري ولا كاتب التحقيق. هل دكتور محمد ما قالش صح؟ دكتور محمد، هل من حق وكيل النيابه او المفروض ان وكيل النيابه او المحقق يعني يقرا قبل ما يخلي المتهم يوقع على اقواله؟ هو المفروض يقرا والمتهم يقرا لو حب يطلع. المتهم مين اللي هيقرا؟ لا بقول حضرتك المفروض ده هو بيمضي على كل حاجه. المتهم يقرا
يا دكتور انت ما هو المفروض لا بقول لحضرتك احنا كان المفروض على العامل الحق ان هو اصلي انا لازم لما امضي هو بيمضي او بيبصم من غير على اقواله على اقواله وخلاص مش بيشوف ولا بيقرا بس المفروض طبعا من حق المتهم ومحاميه طبعا ان يطلع على ما تم كتابته والاعتراض على اي سؤال او على اي اجابه مش هي ده دليل براءه دليل الاتهام يا ساده ايها المحامين الزملاء من فضل حضراتكم من حق قانونا ان تطلع على كل ما سترة بمحضر التحقيق صح يا دكتور طبيعي طبعا سترة دي كويسه طبيعي. صح طيب دكتور اسامه انا النهارده باجي عليك بالاسئله الثقيله اللي هي يعني تخض هل النيابه العامه تستطيع منع المحامي او المتهم من ان يطلع على اقوال يعني اوراق التحقيق يعني طول الحق التحقيق ما هو شغال هل دي من ضمانات التحقيق مثلا انها تمنع محامي المتهم من الاطلاع على هذه الاوراق وفي قاعده اصوليه انه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامي ده لما يكون المتهم موجود وفي قبضه النيابه العامه انما احيانا يعني في نص قانوني في قانون الاجراءات الجنائيه بيمنع الاطلاع الى حين حضور المتهم حسب رؤيه النيابه العامه حضر المتهم والنيابه استجوبته خلاص من حق يعني سرية التحقيق على ما غير الخصوم على ما دون الخصوم لكن في نص استثنائي في هذه النقطة سرية التحقيق ده المحامي المحامي والمتهم حضر التحقيق المتهم لسه مش موجود ده لو مش موجود فالنيابة لما تملك ده بنص ان هي تمنع الاطلاع او التصوير الا بعد حضور المتهم انما المتهم حضر اصبح كل شيء مشاع اصبح محاضر التحقيق من حق المتهم الاطلاع عليها ومن حق محامي ان يستصدر منها صورة رسمية هل تعديلات القانون في الحبس الاحتياطي كافية لحماية المواطنين من ثلاجة أقسام الشرطة؟ عارف الأول أقسام الشرطة؟ الثلاجات؟ طبعا عشان أنت يعني سنك يا دكتور صغير شوية فقلت إنك لسه ما عدتهاش دي السياد متعلمة هو أولا طب ما تقول لنا يعني برضه عشان المشاهدين يعرفوا إيه ثلاجات أقسام الشرطة دي؟ لا هي هو مصطلح دارج أول مرة بقى أديك سؤال صعب بقى يعني مع الداخليه على طول مصطلح دارج ان الثلاجه دي اللي هو يعني الاوضه اللي بيحط فيها المتهم ويعني سواء الاعتراف او كده يبقى هي دي بيسموها المصطلح الدارج الثلاجه لا دي ثلاجه المباحث فوق او ثلاجه المباحث دي بتاعه الاعتراف انا بتكلم عن الثلاجات اقسام الشرطه اللي بتاعت حبس الاحتياطي حبس الاحتياطي اللي هي الحجوزات حجوزات طبعا ده مشكله وعلى فكره المدد بس يعني وعلى فكره طبعا هو القانون برضه ملاحظ القانون تفعيله القانون نص على ان لازم معامله المحبوس احتياطيا معامله غير معامله المحكوم عليه حتى الاماكن ومن حقه ان يجيب حتى مستلزماته من بره سواء ادويه او اكل او كده ولكن احنا بنقول لحضرتك تفعيل القانون يعني انت شايف ان النصوص الموجوده كافيه بس اهم حاجه بتتعمل طيب انا بقى هتوجه للمشرع وهتوجه لوزاره العدل والنائب العام والمحامين العموم برساله الحبس الاحتياطي لا يؤذي الشخص او المتهم بذاته ولكن يؤذي اسرته كلها يعني نقرا في جرنان الصبح تم القبض على فلان الفلاني عشان قضيه 1 2 3 4 ورصه كبيره جدا بيفضل راجل محبوس مش هو بس اللي بيتضر اسرته كلها بتتضر اهله بيتضروا وعيلته بتتضر والكلام بقى والقيل والقال ولما بيطلع براءه ما بنشوفش خبر صغير قد كده في الجرنان مع نص قانون على فكره في نص قانون ذلك ما احنا قلنا القانون مش قلنا الحلقه دي اسمها بين الواقع والقانون نظره المجتمع برضه بتختلف على طبعا ده واحد دخل الحجز وخرج يعني بقى مره ثانيه الاتهام والادانه في المجتمع زي غير ان هو بيصاب بامراض ما هو يعني مش قاعد في مكان يعني ما بيقعد مع مين بيقعد مع يعني لو واحد مثلا دكتور ولا مهندس ولا نقطه ثانيه الحقيقه هل اماكن السجون لائقه فعلا للمعامله لا انا مش بقى السجون انا بتكلم على الحجوزات والاقسام وكل حاجه اقسام الشرطه ودي حاجه بتبقى خارج اراده الكل يعني خارج ارادتهم هم كمان خارج اراده السلطه القائمه بالحبس هو ده اللي موجود واخد بال حضرتك بس طبعا دي اماكن غير لائقه في اغلب الاحيان انا سعدت بيكم النهارده مع ان الحلقه كانت يعني سخنه شويه عليك انت بالذات عشان ربنا يسهل كده يعني نسمع خبر ان خدت اخلاء سبيل اول ما تاخد اخلاء سبيل كلمني يا دكتور الله يخليك الحمد لله موجود دكتور اسامه ناصف اهلا وسهلا شرفتني وكانت حلقه جميله وممتعه مع حضرتك دكتور محمد صلاح بهجت شرفتني وانا سعيد للمره الثانيه على التوالي يكون معايا شاب حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي مصر ولاده وهنفضل طول عمرها ولاده ربنا يخليك اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع فقرة السوشيال ميديا معلومة قانونية
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها 50 عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية إن وجدت، أو ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات. الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك بالقانون. ورجعنا لكم بعد الفاصل بعد فقرة ساخنة عن الحبس الاحتياطي، علشان نكون في فقرة السوشيال ميديا ومعانا سهى. اتفضل يا سهى. مساء الخير دكتور ايمن. مساء النور دكتور ايمن. النهاردة في فقرة السوشيال ميديا زي ما عودنا جمهورنا اننا نجاوب على كل اسئلتهم، اخترنا مجموعة من الاستشارات على صفحتنا على الفيسبوك على هاشتاج اسأل ايمن عطلة. واول استشارات معانا النهاردة من السيدة صفاء، بتقول انها ورثة هي واخواتها جناين في اسيوط، هم اربع بنات وولد، اخوهم الولد معاه كل الاوراق ورافض ان هو يسلمهم الجناين، يعملوا ايه؟ يعملوا جنحة عدم تسليم، جنحة مباشرة يرفعوها على اخوهم عدم تسليم ميراث. القانون نص على كده، نص ان في حالة ان في شخص وارث يمنع باقي الورثة من استلام ميراثهم ان يرجعوا عليه بجنحة مباشرة ويعاقب على عدم تسليمه الميراث لاشقائه. السيد سامي، اخوه مسجون حاليا بسجن وادي النطرون على ذمة قضية قتل، وكان هيخرج بعفو شرطي الشهر اللي فات، وكان عنده قضية من 10 سنين سرقة وسلاح أبيض واتحكم فيها بالبراءة، ولما جه يخرج أعادوا محاكمته وأخد 5 سنين، هل يعمل نقض ولا يعمل إيه؟ هو ما خدش براءة، هو كان محبوس احتياطيا وخد إخلاء سبيل. بالظبط، لأن لو خد براءة طب يعاد محاكمته ليه؟ إعادة المحاكمة بتدي لمحكمة الجنايات الحق في إنها تقلل العقوبة أو تزود العقوبة، لأن زي ما شرحنا قبل كده إعادة الجرائات في الجنايات تختلف عن المعارضة في الجنح. المعارضة في الجنح لا يدار المتهم بطعنه، هي طعن، فالمتهم ما يدارش أو الطعن لا يدار بطعنه. أما في الجنايات فإعادة الإجراءات بتدي محكمة الموضوع الحق في إنها تزيد العقوبة أو تقللها. سؤال السائل هل يعمل نقض ولا لأ؟ ده موضوع يقدره محاميك بقى معاه، يعني أنت تقدروا تشوفوا هل الحكم محل طعن، يعني هل في اسباب الحكم امور يجب الطعن عليها من عدمه. لكن في ناس طبعا بتلاقي تكاليف النقض باهظه وبتقول انه بيقعد فتره طويله، ولما بيقعد فتره طويله بنكون انقضت مده كبيره من العقوبه. الحقيقه النقض مش بس عشان اخرج، النقض كمان عشان يخلي ساحتي او يبرئ ذمتي من قضيه. السيدة أم محمود بتقول هل في مكان في المحكمة يقدروا يعرفوا منه القضية اللي تخصهم انتهت ولا لسه، وازاي تسحب صورة من القضية دي؟ وسؤال بتاعها ليه شق تاني، بتسأل لو في قضية مباني على أرض زراعية، عايز تعرف أخدت براءة للأرض ولا براءة أعمال، وإيه الفرق ما بينهم أصلا؟ يعني السؤال بشقين. بالظبط، الشق الاولاني كيفيه الحصول على صوره من الحكم او من القضيه. بالظبط. طيب الصور نوعين، صوره ماكروفيلميه وصوره رسميه، وفي طبعا صوره ضوئيه. الصوره الضوئيه تقدر تحصل عليها من كاتب الجلسه اللي هو بيقول عليها امين السر. الصوره الماكروفيلميه من وحده الميكروفيلم موجوده في اي محكمه، كل محاكم مصر النهارده فيها ماكروفيلم، نقدر نروح ماكروفيلم برقم القضيه نطلب صوره من القضيه. لو عايزين صوره رسميه بنقدم طلب للسيد امين عام المحكمه، بنقول له والله السيد فلان السيد امين محكمه كذا هيطلبها بعد ما قضيه مسجون فلان وفلاني، انا محتاج اخد صوره رسميه، بيقدر عليها رسم على حسب عدد ورقات القضيه، وبنقدر ناخد صوره رسميه مختومه بختم النسر. نفس الشيء في الحكم، لو حبينا ناخد صوره من الحكم ضوئيه او ماكروفيلميه او رسميه بنفس الاجراءات اللي انا قلتها. الشق الثاني من السؤال، هي عايزه تعرف في القضايا المباني المخالفه للبناء على اراضي زراعيه براءه ولا براءه اعمال، هي تقصد استمرار اعمال. عاده ما القضايا اللي تاخد براءه في مخالفات المباني هي قضايا استمرار الاعمال، لان القانون بيلزم الجهه اللي بتحرر المحضر بالاعلان، وفي الغالب ما بيتمش الاعلان، فبنقدر نثبت ان ما تمش الاعلان فالمتهم ياخد براءه. لكن بالنسبه للقضيه نفسها او المخالفه نفسها طبعا بتبقى على حسب ظروف الايه القضيه، واي قضيه زي ما قلنا يا جماعه ولازم اوضح مره واثنين وثلاثه، ان انا ما اقدرش النهارده اجاوب على سؤال لمجرد ان هو بيتقال في سطرين، عشان اقول استشاره في قضيه لازم يكون قدامي ورق القضيه، فيا ريت يا اما نقول الاستشاره واضحه ونكون بتفاصيلها ونكتبها كامله، يا اما تبعتوا لنا صور المحضر او القضيه على صفحتنا على الفيسبوك.
السيد يوسف عرفات بيسأل في بيت ليه عدة شركاء والعقد بتاع البيت ده مش مسجل لانه مكتوب من 50 سنة وكانت طريقة الكتابة بتاعت العقد ده على ورق عادي بشهود. احد شركاء باع البيت ده لاحد ابنائه وعمل صحة توقيع بالمحكمة مع العلم ان ورق الارض دي كان مع الشخص اللي باع لابنه. هل ده سليم والعقد ده يصح اللي هو باع لابنه يعني تمام كده؟ انا هعمل افتراضات برضو لانها مش واضحة قوي. يعني هو بيقول ان هو وشركاء يمتلكوا بيت او يمتلكوا عقار بالظبط والبيت ده عملوا يعني واحد من الشركاء باع لابنه. طبعا ما يقدرش يبيع لابنه غير حصته بس لكن ما يقدرش يبيع اجمالي العقار كله. هنفترض انه باع البيت كله يعني اجمالي العقار ده تصرف مكتوب بالظبط يا دكتور ده تصرف مخالف لا يستطيع التصرف في غير ملكه تمام. فبالتالي ده تصرف مخالف للقانون يستطيع اي حد من الشركاء ابطاله. لو باع بقى او المقصود بيع الحصه لابنه حصته لابنه وعمل على صحه التوقيع طبعا ده تصرف جائز ولكن زي ما قلنا قبل كده صحه التوقيع لا تنقل الملكيه. السيد احمد عبده بيقول هل للحفيد حق البقاء في العين المؤجره بعد وفاه الوالد؟ هنفرق بين تاريخين او بين تاريخ اذا كانت قبل سنه 2002 شهر 11 2002 او بعد شهر 11 2002. لو كان قبل شهر 11 2002 تمام ملوش يعني ليه حق الاستمرار والعكس طبعا في حاله بعد 2002 لان كان في حكم محكمه دستوريه عليا صدر بعدم احقيه الامتداد لاكثر من مره وهي تبقى المره واحده بس. السيده دعاء بتقول خالتي اتعمل فيها محضر انها واخده فلوس من واحده بقيمه 4 مليون جنيه. السيده دي عمرها ما شافتها اصلا ولا اخذت منها فلوس يعني بمعنى اصح هي بتقول انها بتتبلى عليها بس الغريب ان المحكمه حكمت على خالتها وادتها حكم في المره الثانيه من غير ما ياخدوا اقوال المتهمه ولا في ورق يثبت ولا شهود واتعمل لها استئناف ودي اخر جلسه ومع العلم انها مظلومة. هل ممكن تأييد الحكم ولا قدر الله تتحبس؟ انا الحقيقة مش قادر استوعب فكرة انها تبقى شكوى باربعة مليون جنيه من غير ولا مستند يعني اقل يكون فصل امانة. هنقول برضو الافتراضين. الافتراض الاولاني اذا كانت هي واخدة يعني اذا كان المحضر معمول بانها خدت منها 4 مليون جنيه لازم هتقول في المحضر خدتهم منها على اساس ايه هتشغلهم لها ولا بعت لها حاجة يعني لازم على الاقل هيبقى في سبب. الحاجة التانية والفرض التاني ان يكون بيجيب وصل امانة زي ما قلنا يا جماعة قبل كده. لو وصل امانة يعتبر غير الشيك مختلف عن الشيك. الشيك منزه عن سببه يعني الشيك انا اديته لواحد مش مهم سببه الشيك ايه المهم ان انا اديته له. لكن وصل امانة وقع التسليم هي وقع اساسية لازم تثبت يعني نقدر قدام المحكمة نجيب شهود او نطلب احالة الدعوة للتحقيق او اي طريقه من طرق الاثبات نقدر نثبت بيها ان الشيك ده ان ايصال الامانه ده ما توقعش على سبيل الايه استلام القيمه النقديه اللي بنتكلم عنها. طيب هي قدام محكمه الاستئناف زي ما هي قالت هتاخد عقوبه هيتقال لها الحكم لا طبعا اذا ما كانتش بتدافع دفاع جيد تقدر تظهر بيه قدام المحكمه اللي بتنظر الموضوع انها فعلا ما استلمتش المبلغ ده هيتقيد الحكم. لكن هي تستطيع وطبعا دفاعها او محاميها معاه انهم يطلبوا احاله الدعوه للتحقيق وان المحكمه تستمع للشهود وان هم بكل طرق الاثبات يثبتوا انها ما استلمتش هذا المبلغ. وبكده يا دكتور ايمن تكون فقره السوشيال ميديا النهارده انتهت واسئلتنا كده خلصت. مستنيين كل اسئله الجمهور واستشاراتهم على صفحه البرنامج على الفيسبوك على هاشتاج اسال ايمن عطله. شكرا دكتور ايمن. شكرا سارة. اعزائي المشاهدين وبكده انتهت حلقتنا النهارده وازاي تاخد حقك بالقانون.